شعيبية لاباس لاباس، كديري تقديم؟ نقول لهم اهلا وسهلا للغزالات ديالي. اهلا وسهلا للغزالات ديالي، كي دايرين؟ كي دوزتوا العيد؟ عرفتوا كباب؟ عرفتوا بولفاف؟ ما تكونوا مع العام الجاي ان شاء الله، باش ما تمنيتوا في خواطركم كاملين دريات ودراري وكبار وصغار، وهذا مكان زيد. ايوا زياده من راسك، مابقاش غنزيد هادشي اللي عافر. اهلا وسهلا الغزالات ديالي، كي دايرين؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وباحسن الاحوال ان شاء الله، وتكون اموركم هانيه وتكونوا بصحه جيده. اليوم الشعيبيه غدير لنا اليوم واحد الخليط رائع جدا للشعر، طبيعه الحال ما غنديروش انا لحقاش فيه الحنه، المهم غادي توريكم شعرها. راه ما نقولش لكم تبارك الله كي داير، يدير من شعري ثلاثه، شعرها مسبسب وغليظ، ولكن راه تدير لي غير الاعشاب، هي ما تدير لي حتى حاجه اخرى، تدير لي غير الاعشاب والحنه، وما كتستعملش الصباغه، تصبغ بالحنه، ماشي حنه كحله، الحنه العاديه. المهم غادي تصاوب لينا هادشي اللي قلت لكم، وغتشارك معكم الوصفه، وتبعوا معايا مزيان، راه كلها مكونات موجوده في المغرب عند العطار، موجوده حتى هنا، قلبتوا على المكونات غتلقاوهم. المهم غادي تشارك معنا هادشي وغنشاركوا معكم وتشوفوا السر ديال الشعر الشعيبيه، واخا ما غتورينا الشعره ولكن غتورينا المكونات، المهم غنستافدوا منها شي حاجه. المهم الغزاله ديال الشعيبيه غادي تبدا لينا داكشي اللي تدير الشعر ديالها، الشعر الذهبي. نحيد لك الزيف؟ لا لا نحيد لك الزيف امي. المهم تبعوا معايا المراحل مزيان، تبعوا معايا شنو كدير، راه داكشي اللي كدير راه اقسم لكم يمينا الا شعرها شعري ثلاثه المرات، شعرها قوي وما تيطيحش وزوين ورطب ومسبسب واحمر، فيه الشيب واحمر. ايوا تندير ليه الحنانه، مون فالي الحنه وتخرب. هانتوما المكونات كيف ما كتشوفوا معايا. يلا امي بداي. هذا القرنفل. القرنفل. هذا الشيح. الشيح. الخزامه. الورد. الورد. وهذه يا البنات هاد كف مريم راه زويل الشعر هذا. ها هو. وريها بطي لتحت. ها هو. هذا كف مريم. ايه والعرعار، ومن الاحسن القليلشات ديالو، هاد القليلش اللي تيكونوا في العرعار هما زوينين. انا دابا غنفرشهم، وهذا اداد، انا الاداد ملفاه، الراس مليك صغيره وانا ملفاه، الا كانت الجلده ديالك تطيب من هنا ضراك تديري هذا، تطبخيه في الماء وتخلطي به الحنه تديريه، هذا والله ما تيخلي لك الجلده ضراك. دابا ملي ما تنديروش راه تتبقى الجلده ضراني ديال الراس. و هو جيتو معايا من المغرب، انا غادي نتبخو ولفتيه ندير الحنه، وكنحتاجو الحنه ها هما تنخلط هادو، غادي نتبخهم، ولا كان عندك مطحون تديري مطحون، ولكن انا نتبخ حقاش عندي ادان وهاداك كف مريم. والحنه، الحنه ديال الدار من طبيعه الحال، لا ديال الدار الحنه، هو ديال الدار قبلي، ماشي ديال الباكيه، باش ديال الباكيه راه ديال الحنه. ها نتوما البنات نعاود نوريكم المكونات، القرنفل، الشيح، الخزامه، العرعار، كف مريم، الورد، والداد. كاينين اش قلتي امي؟ كاينين حوايج اخرين، كاين الريحان، كاين الخزامه ديك الاخرى، كاينين جوج خزامات، خزامة الزرقاء وخزامة الأخرى، القرنفل، الشيح، كاع هادشي دابا أنا غنديرو، غادي نديرو في سميتو، كاين السنبل، كاين بزاف ديال الحوايج أخرين، عا مجدش داكشي لاخر، ها الخزامة، العرعار، هاهما القريقيبات ديال العرعار البنات، راه زوينين هادو لا للتبخيرة لا للشعر. كيفاش التبخيرة؟ كيبخرو بالقلاش ديال الحنة. علاش يبخرو بيهم؟ مزيانين. علاش مزيانين؟ علاش مزيانين؟ زوين العرعار في التبخير، هاد القلالش هذا هما زوينين، راه العرعار فيه البلدي والرومي، هذا راه البلدي تيخليك في الشعر داكشي تبخيرك. لا هذاك العرعار، هذاك القلالش هادو راه تيبخرو بهم. علاش يبخرو بهم؟ علاش يبخرو بهم؟ بوسخو بهم راه زوينين. والحنة صافي، دابا هذا غادي نتبخو، غادي نتبخو وغادي نمشي نجيب الماء، نعمل الروبيني، نسيدي الروبيني، سيدي علي. إوا هذا دابا غادي نتبخو، وغادي نتبخو غنخلط به الحنة. أوكي صافي،
نخلطوا لك الحنه في الطبيسين هذا ديالك الابيض. معليش اخلط. شحال ديري ديال الحنه؟ ايوا ندير على قياس قبالتي مشطه. على الطاليه ديال الحنه خص هذيك الطاليين واه في البلاصه الطاليين على الدار الاخرى زعما. المهم الغزاله ديالها نتوما شفتوا معايا الطريقه ديال الحنه اللي تدير الشعيبيه. حنه زوينه زعما، انا نقول لكم الكارونتي ديالها داكشي زوين اللي مولفه. تدير الحنه لشعرها، ديرها التخليطه وتخلط بها الحنه وديرها لشعرها وتفكرني. انا ما نقدرش ندير الحنه لحقاش تنكره داك اللون النحاسي في الشعر، اصلا خاصني نمشي نصبغ شعري لحقاش ولا فيه واحد اللون نحاسي. قلنا كودرك لي واحد الطاليه بهاد الحنه وتشوفي الجلده تولي من بعد ما تبغيش تخرج لي الصباغه. ما نقدرش ندير الحنه في واحد حقاش تجي تصبغي. لا ما نقدرش ندير الحنه. واش بغيتي تزيد يا امي؟ الخرقوم عندكم خضر زوين صحه البنات. ها شوف الخرقوم عندها خضر زوين مع الخرقوم. لا تا هو تيديرو تيخلي لك حتى اللون احمر في شعرك. ها هو عندهم الخرقوم ما نقول لكمش موجود. ها انتما كديروا هذا الشيء طبخ داد داكشي كامل شتي كي داير؟ ديري حتى الزعفران. الزعفران خايدين عشيبات. شكون هو عشيبات؟ مول الزعفران مول الدافع هو اللي كان تي والله الا دير الزعفران. دير الزعفران دير كون كان العكر الفاسي ندير هو كنت ندير حتى هو ولكن ما كاينش. المهم من بعد ما تبخ داك الشيء كتصفيه في الصفايه وكتخلطو مع الحنه تادي تو ديفيتي نردو روميزه تنزيد عليه الحامض تزيد تزيد عليه نص حامضه قليله قشره لا خنوزيه في الراس لا والو لا ضيعوا داك شويه ديال الحامض راه عندكم حامض نتوما غالي. عادي راه ام الحامض موجود. ايوا صافي حنا غنخلطو راه دابا طيب ميمكنش نحط يدي تيبرد شويه. انا نضرب لك الطاليه راسي وندير واحد الميكا في راسي ندير غير قد علاش بغيت ترقدي بي؟ ايوا مالي انايا. لا خاصك ديري واحد ثلاثه تسويع وتغسلي. انا كنت ثلاثه تسويع انا ما كنتش ندير ثلاثه تسويع. شحال كنتي تديري؟ وانا يبقى في راسي حتى تنشق ليا ونغسلو. ويلي امي لا واه البنات اللي راسها اللي شعرها ناشف وبغات دير الحنه وتتخافي ينشفوا ليها راسها ينشف دير المعلقه ديال الزيت العود ولا واخا ديري الزيت الروميه وديري زيت العود ينشف ما متستمش ولي شعرها متستم ما دير حتى حاجه. قالت لكم الشعيبيه خلطوا بيديكم من يبرد عاد مع باقي سخون حرقها في يديها. طحني في الطحانة. ايوا صافي هيا تخرج لينا لاموط لاموط بوحدنا ونديرو في يدينا بحال هكا ونخليو تا يبرد ونطلقو راسي. يدك غيوليو كاع صفرين. يوليو صفرين مالك حنا صابون الناس مرة زينة. اويلي اويلي لو راسكم طلعة الشامبانات اوه الله سخون هاني الصفراء. اه تحيه الحفيظه. ها حفيظه رضيعتي حفيظه مرت القاسم عروسي الله يرحمه ويوسع عليه يا ربي في هذا النهار تنسلم عليك وعلى الدراري يا حفيظه اختي. انتما حفيظه اختي هي اللي عطات الحنه وشكرا لله حفيظه تهلا لينا في الوالده. ساليتي الشعيبيه؟ يولي غنبان عرفتي راسي صحت خارج من القرقاله طاليه. هادي واش من طاليه درتي؟ ديال الله والحق طاليه ديال القلب. كنت كنضرب في الحمام ديال المغرب كنا كل يوم بالقطار. شعيبيه وبنتها دايرين الزيوف ها نتوما دارت الجوليا العصابه. ايوا امي طاليه هادي واش من طاليه؟ ايوا طليه ترا مشاو معيامهم طليه ديال القلب. وري نشو اليدين. ناري 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 حفيظه اختي حنتك هيا هنا في لالي ما انحرقتش. تنسلم عليك تنسلم على الدراري وعلى الرزاق ولدي وعلى ولادهم. ايوا هذا مكان نرجعو لك ساعة الخير.
ها نتوما الغزالات ديالي الا بغيتو شي حاجه داكشي ديال الاعشاب داكشي مميره فنانه في هادشي راه تعرف من غير الحنه من غير هادشي كتعرف داكشي ديال اللي بغات تولد اللي فيها البرد داك التخربيق كامل ما نقولش لكم عشابه عشابه كانت تهضر مع واحد المره اليوم في الصباح ما عرفتش مع مكشي كتهضري علاش تساري مع مكشي ناري على عظم عطاتني علاش تساري على من علاش تساري على من مع من تنهضر مع مرا مستوره كانت تهضر مع واحد المره وتتفتي عليها قالت لي بنتها بغات تولد وفيها البرد وقالت لي دير على قلب طم شنو على القلب طم ماشي بغات تولد هي راه والده هذيك ما خصهاش دير داكشي خصها دير غير حب برشاد والحليب هذيك حب برشاد والحليب والزعفران والحليب حقاش والده ولا شي وليد عنده شي 6 سنين اوكي طب ايوا اللي بغات تولد اش دير هو كله وحسابها لا اللي ما عمرها ولدات بحرها تزوجات وما تتولدش دير كوكا والزعفران والخزامه ويزير خمسة حبات ديال القرنفل وقرعة ديال الكوكا ايوا تنقدهم في سوبر ديال الجاج قرعة ديال الجاج تتخليهم شي 6 ايام نهار 7 ايام تتبداهم نهار تكمل منها الدورة الشهرية تتبداهم تتشربهم كينقيو تينقيو تيسخنو كلشي ياك ولكن ملي تبغي تشربهم راه تتعصرهم في زيف ديال حياتي مزيان تعرفي شي حاجه تتسخن عطاه لي انا الاولى بعدا انا اللي بارد لي الاحاسيس الله يا ربي لي شي ضربو الناس تقولي شي هاني امي هاني على الغزالات ديالي هاني عارفيني ابيلو قالوا لي زغرت العظيم الى القلقله ديالي طالع منها الصهد قسما بالله الله داك الدال بعدا شت لقيت ديك الجله ديال نسيت ما جبتش شويه الدباغ الدباغ تا هو تيدار او الدباغ كنت نجيبو من عند ما كنت ديرو الشبا وحق الله العظيم الى الجلده ديال الراس كتغلى ياكلش ليفيو حطات لي الشعيبيه العدس نضرب العدس اوليدي ضرب ليفيو العدس العنب ما تينفسنيش صحابو تينفسني بقى نهضر حتى نعيا الراجل داخل سوق راسو الراجل راه مسكين دايرين اللي مسن تيقعد ما يتحرك ما يتململ واش اليوم الحد كره في القهوه هو قاعد هنا القهوه تيمشي القهاوي هذا ما عدوش مع القهاوي عاملين تنكونوا في ايطاليا اللي تيمشي للقهاوي هنا في المانيا داكشي علاش قال لي ضروري خاصني ملي بعت الشركه نمشيو نعيشو في الطاليان قال لك الا بقيت في الالمان غنموت الطاليان حسن لي والله العظيم اللي عندكم البنات قال لي الا بقيت في المانيا غادي نموت غادي الا بعت الشركه وما بقيتش نخدم غادي نموت لحقاش ما غنبقاش كاع اكتيف نهائيا ما غنبقى ندير والو بسرعه غادي نمرض وغادي نموت قلت ليه الموت راه تبعنا تبعنا زعما راه كنا ليها ولكن قال لك انا ما غاديش نطول شعيبي عندها الصونيت ديال التليفون مجهد ايوا عيش سلامه وليدي محرم تصيب هضر مع وليدها المهم قال لك انا لا بغي نمشي للطاليان وانا راه باقا تنفكر في هذه القضيه عفاكم عاونوني وقولوا لي رايكم قال لك بغى يشري في الطاليان شي دار ولا فيلا زوينه ويمشي يكمل حياته في الطاليان مع صحابه في دربهم في بلاصه فين كبر هو صغير وهكذا وهنا الغزالات ديالي كنطيب واحد لا بولونيز على السريع باش ندير بها لازاني هاد العشيه درت هنايا البصله والثومه وخيزو والكرافس والمعدنوس شحرتهم مزيان هانتوما كلشي مقطع هاد الهوشوار هذا كلشي مقطع صغير تنحركو مزيان حتى يتكراميلا وهادو وغنزيدو الكفته ونزيدو التوابل الاخرى انا غنوريكم صافي زدت هنايا الكفته زدت الملحه البزار وجوج دادو ستار هذا ديال الطاليان ديال فيجيتال دادو ستار كنور المهم تزيدو شويه ديال الكنور باش يعطيها البنه للكفته تيبقى اختياري ما تنختار هذاك ستار لحقاش يجي مع البولونيز زوين صافي وكتزيدو مطيشه وتزيدو الماء وتزيدو الحبق وتخليوها طيب واحد 3 السوايع على الاقل طبعا ما تنديرو مطيشه حتى يطيب طيب لنا الكفته مزيان
انا زدت عليها واحد شويه ديال واحد العيبه. وهنايا كما كتشوفوا معايا عندي الناتورا باساتا، هذه كاينه هنا في المانيا بيولوجيك زوينه، داك تشوف طاليان ناخذ موتي. المهم الباساتا ديال مطيشه اللي خديته، المهم هاد الناتورا حتى هي زوينه، جربتها حتى هي زوينه بنات في المانيا وما غالياش. او الغزالات ديالي، المهم هنا درت بولونيز طيب، زدت فيها واحد شويه ديال الحبق وخليتها. دابا غتبدا تطبخ، زدت درت جوج قراعي ديال المطيشه وجوج معامرينش ديال الماء وتتبقى طيب. المهم ها نتوما شفتوا معايا درت هاد جوج قراعي ديال المطيشه وجوج معامرينش ديال الماء وتتخليوها تطبخ وتطيب على خاطرها واحد ثلاثة السوايع الا بغيتوها تجيكم زوينه. راه السر ديال البولونيز هو الوقت ديال الطياب، رانا سابقه ومشاركها معكم، غير بغيت نعاودها اليوم للتذكير وصافي. جربوها بطريقتي وغتشوفوا كي غتولي تجيكم معلكه وزوينه، ولكن خليوها تطيب بزاف. شعيبيه اش ديري دولي بران دير من ديك كينا؟ راه عارف كحول شستو فهاد الحب، كحول ديال الدار هذا، تعرفي تكحلي؟ ايوا ما نحناش بغينا، حنا بغينا نتكحلو، حنا عاد جنا لك سسنا في الحب. جبتي لي انا ولا جبتو كنت كاع غادي ليا داك القلم كويك، قلم 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 تانو كنت صغر. واش تكجيبي هذا ديال الشوا؟ المرود ما عرف ولدك لي لاح المرود ولا شوفي نديرو ديك المرة، انا خليت جوج مراود. لا درا يعميك، درا يعميك، اي لا يعميني والله تيعميك. الله ما يعمي. نوض امي نوض صاوب لازانيا، نوض امي غتنوض صاوب ليكم لازانيا الطريقة راه وريتها ليكم. الصلصة راه طابت ثلاثة السوايع وهي تتطبخ. نتوما لا تطيبو الزورة هذيك المرة تاهي نص نهار وكاع تطيب فيها. إيوا راه إلا بغيتيها تجي زوينة بحال ديال الريستورات خاصها طيب ربعة السوايع، ستة حتى لستة السوايع. الكاميلة عندها كبيرة تطيبوها نص نهار في الريستوران. يا ربي السلامة، والله إلا نص نهار المقادير ديال الريستوران ديالها. هي هي نشوفو هاد الكل، إيوا هاك تكحل شتو كاع ملصق في هاد الهود. خاصك تسرديه، وما تسرديش خاص الكحول يلصق بلا سرادة. إيوا هذاك راه ماشي مرود، لا كان نجل ولا عاد دوك زي في العين. أرى راسك تي جبهتك تي معانا دايره الحنة باش نديرو هنا. ضريتيني زيد أنا باش نلصق فيه، ضريتك تي عم سبا حكاتو ليا في مداختي. إيوا راه حقاش أنا دايره الحنة، كل ما كنتش دايره الحنة إيوا صافي حيدي سميتها حيد الكاميرا. لا مالي انا نبيله، امي غتصاوب لينا دابا البيشاميل. هانتوما لا تقولوا الشعيبيه ما حادكاش، راه تعرف وانا ندوز قدامي عمر راه نعرف. يلا صايب لينا الوالده. ماما شنو امي؟ شنو بغات هندي عشات بالبل ما عرفتش اش تقول. صافي يا ماما زيد الدقيق. هانتوما معلقه ديال الدقيق، معلقه كبيره. حرك عفاك ديال الخشب غادي دير ليا الكميله. ما يطرى ليا والو الكميله. ماما يفوت شنو ولا تصلعت لي خسرت نتيوها. لا اختي هذه الكميله عزيزه عليا، صغيوره ومقدوده. صافي يا ماما حطي يتشحر، خاصو يتكراميلا، خاصو يحمار واحد شويه يذهب. هانا على الشعيبيه والبيشاميل، هانا على امي راه مابقاش ساهله حرقك الكحل. قول هادشي اللي كنتي تقولي. وقتك الناس سمحنوا في هاد العيد. علاش؟ والناس سمحنت مساكن سمحنوا الصداع، وكاين اللي مرتو ما صبارهاش بغات تحولي، وانتي راه راجلك حسن من حولي الله يحفر البوك الجدر يا بنت الحرام. انا حسن ما حسن راجلك ولا الحولي. ايوا كاينين دوك العيالات الزقزاقات. الحمد لله عمرنا ما زيرنا فشي حاجه، ولا انا كنت نجيب الحاجه وتبقى نخاسم، بقى نخاسم عليه والله. نزيدو الفرماج؟ لا راه غنزيدو الكاودو والموتزاريلا، البارميجانو ضروري من البارميجانو. البنات لا بغيتو يجيكم زوين البارميجانو ولا الكرانا بادانو ضروري منها. دابا غادي تجيبيه مغيرفه. اشنو امي؟
واش القواد الدريات ها ميجطانو وها باكاطانو ومن على هاد الحريره ميجطانو باكاطانو غديري البيشاميل هي الاولى البيشاميل هي الاولى ها هي غير واحد شويه ها هي نسرحوها صافي غير كوك شويه دير دابا دير فوقها دير فوقها لاصوص واخ زربانين ولا دير بالمغرفة هذيك ما غتهش لك غتهز علاش لا درتي بالمغرف ما لكاش خاسره ها هو والمغرف خشينا في هذاك الشيء ونرجعوا نخشيو هنا البيض البيض الاحمر هذاك راه غادي تحمض راه طحين هذاك خليه باش يبقى نقي ها هو مالو دابا ما مكبوبش مكبوب ايوا اجي امي نوريك دا خوالي حنا سمعنا خصنا الاحمر بالينا الدم تحيه اسمعنا بني عمي تحيه السماعلة بني عمنا وابني عمنا السماعلة حنا راه تنحسنوا ليكم ها نحسنوا لكم حصان الربعين سلمين دير دابا الفرامج دير دابا الفرامج الفرماش دير الفرماش احنا غنديروا الفرماش ماما عقلتي ملي كنا صغار كانت باكيه ما تديش لينا يومين تناكلوها بلا خبز ويلي على حسن كان باكيه ديال الكاشر باكيه ديال الفرماج خليته قدام تيلي بوتيك ما طرا ليه والو مشيت نتسخر قلت فاطمه حدايا معاك تنجي جيت السطان خاوي قالت لي فاطمه الصويري وكالو تحيه لفاطمه الصويري ونوره نخلي هاد شويه الفرماج الاخر لا زيد الفرماج اللي في الميكا ثاني اه قالت كدير ليهم هادشي واش راه لا راه من الجنب كاينه منين تحلي عجرها ولا دايرين بالمقص دايرين المقص فهموا صبر المقص حنا راه تنتبعنا على الاشاره ياك هذا شنو نديرو حتى هو ديري دير هادشي ليهم فاش تمشي بقاي ديري لولادك هادشي مزيان نمشي نجيب لهم دابوها راني نشط عليهم فرماج راه شعلة فيه العافية عندنا في المغرب فراسك فراسك انا نشريو دير لهم هادشي اشو هاتي ناخوت هادشي نمشي نشري لهم واحد الدكارة ونشعل المجمر ونطلع للسطح نعمر واحد البريد ونحط شي خبزات حرشات وشي صافي يا ماما ندير دابا لي بات لازانيا اشنو لي دانيا البيض ولا الاحمر لا دير لازانيا هذيك البيضة لا لازانيا هادي لا هادي 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 سميتها لازانيا هاديك سميتها لازانيا واخا لازانيا واخا انا ويلي كتبت عليك طريفة ديال الكرطون سين على والديك وما ديرها طيحش من ديرتي ولا بيض دير على اللي درتي دير دير الاحمر دير الاحمر عاد دير الابيض من فوقه دير الاحمر واخا ها هو قال لي البقره قال لي هنا يجي الصفراء ولا البيضاء ايوا انا مع هاد الحريره الحمراء ولا البيضاء خلينا نمشي نكمد عيني هي راهم تيقطروا ما يدرش فيهم هاد الكلشي فهادي ما دارش ميكروب خرج لي من عيني تيش من ميكروب راه القطران هذاك حرقك اي صافي قطرتي قطران حرقني الى خرب يا شي قران الله 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 انا على الشعيبيه تعلمت دير لازانيا قال لك كلشي علامه كملها كملها كلها كملها كملها كل شيء علامه خصني واحد كل اي حاجه تعلميها هي الزينه يا خايبه كل شيء علامه واحد يقول لي مسح بلاصتو خلي بلاصتو نقيه يلا هاد لازانيا برعايه باريلا باريلا خاصك تغطي بالالومنيوم نغطي وتخليوها 45 دقيقه في الفران نص ساعه ل 45 دقيقه تتكون جاهزه لا تريك تخليت لينا عذاري مالك امي واش تزوج ليه راه خدمت عليها داك الميكاتيك هيقول لك الالومنيوم مودير الالومنيوم
تجمع عليها جنابها مزيان سمعت الشعيبيه قالت لكم المدير هو الجوع. ايوا شنو وشي راه دابا كلشي مدير. الا بغيتي الا بغيتي ديري هادشي صافي ما تدورياش عليه من الجهه. ما ندورش عاد كتكب باش يبقى لنا كيفاش ندي نهزوها نحلو عليها العشرة دقائق الاخرى تتحيدوا بابي الومنيوم وكتخليوها تحمر شويه من فوق هاكا يرضى عليك امي راك تعلمتي. يلا خشيها في الفران احنا غنكشوها في الفران. شعيبيه من الصباح هو قالت ما دراتوش قول زيبته ها كما تسمعني دير الكيت وامي اه حيد الكيت. ها هو قلت لك من الصباح هو قالت ما دراتوش. ايوا مسكين راه مشفته محصن مالك اش بغيتي تقولي فيه سيد رجال مالو دولاك كون شي واحد اخر زويطك راه خلاك ومشى كون ضرب ترندف مع قبق. اي ترندف انا شاده اي ترندف راه الهضره هذيك ديالي ترندف والله المره ما تبغي راجل يترندف زمانك شتيني. ايوا سي سي كون من الصباح كون راه مشى فين بغا يمشي ما عدو فين يمشي. اي ما عدو فين يمشي كاين عتي هاي مسكينه الا صاب احسن من العسل الى عقو. ايوا مالو قلتي مسكيني ورا قالت خدام هو تيخدم توتو اجو فا توتو كوزا لو بريبارا ce l'abbiamo pronto quando dobbiamo usarlo. هاتي امي غيوليو عندك المناخر مسرحين دابا. او لازانيا ديالنا وجدات وتحمرات من الفوق كما كتشوفوا دابا غنديروها في الطباصل. او الغزالات ديالي بياطيت انا كيف ما كتشوفوا معايا دابا غندير الشابيله اللي ياكل وغنحبس معكم الفيديو ديال اليوم هنا. كنتمنى يكون نال اعجابكم تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف وكنتمنى تجربوا الطريقه ديال لازانيا سهله وبالخصوص الطريقه ديال البولونيز راه سهله وكتجي زوينه وبنينه ما نقولش لكم. المهم تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف وشكرا على تعليقاتكم شكرا على دعمكم شكرا على حبكم ليا والام ديالي. تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف كنبوسكم بوسه كبيره وما تنساوش راكم ديما في القلب. باي باي قلت لكم شعيبيه انا كنحبكم عنكم انا تنعرفش البوسه نعرف نحب قلت لكم يا تعرفش تبوسه تعرف تحب حبني يا وليدي حبني حبني نحبكم تنحبكم تهلاو براسكم الغزالات ديالي وراكم ديما في القلب. باي باي.